لقد شهدت القوات المسلحة وفي القلب منها الجيش الثاني الميداني طفرة نوعية غير مسبوقة في مجال التسليح حتى تتمكن من أداء مهامها المقدسة على الوجه الأمثل، كما كان للفرد المقاتل نصيب كبير من الاهتمام بكافة النواحي التدريبية والإدارية. نشاهد الآن فيلما تسجيليا بعنوان جيش النصر. القوات المسلحة المصرية سند الأمة وحصنها المنيع والدرع الذي يذود عن حدودها ويدافع عن بقائها. والجيش الثاني الميداني أحد أقدم التشكيلات التعبوية للقوات المسلحة والمنوط بتأمين وحماية أمن مصر القومي على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي. وتعود نشأته في 7 ديسمبر عام 1967 في إطار إنشاء وحدات قتالية جديدة استعداداً لمعركة الكرامة وتحرير الأرض، وكان أول قائد له اللواء أركان حرب أحمد إسماعيل علي، ويحفل السجل العسكري الناصع للجيش الثاني الميداني برصيد وافر من الانتصارات والنجاحات في كثير من المعارك والحروب، كان أبرزها دور الجيش الثاني الميداني في معارك الصمود بعد حرب يونيو عام 1967 وفي حرب الاستنزاف والتي كثرت فيها عملية العبور والقصف المدفعي في نطاق الجيش الثاني ضد مواقع العدو وتكبيده خسائر فادحة. ويتوج هذا الرصيد الناصع في المسيرة العسكرية المصرية دور الجيش الثاني الميداني في حرب أكتوبر المجيدة، حيث نجحت تشكيلاته ووحداته في اقتحام القناة واجتياح خط برلين وإسقاط حصون العدو على طول المواجهة، فتحقق النصر واستعيدت الكرامة. انتقلنا بقوة هائلة من الجيش المصري وقاتلنا كل دبابة بشكل منفرد. كنا محاصرين بآلاف المصريين، قتل وجرح منا الكثير في هذه المعركة. فقدنا 35 من القادة والجنود. أصيبت دبابة قائد اللواء 190 مدرع عساف ياجوري وتم أسره. وحستشهد هنا بكتاب كتبه الإسرائيليين اسمه كتاب عيد الغفران، وحقول هم قالوا إيه. على بعد بضعة كيلومترات من القناة كانت ما تزال المعركة دائرة حول المزرعة الصينية، فقد تعثرت القوة الإسرائيلية التي بدأت منذ 48 ساعة تهاجم الموقع ومنيت بخسائر فادحة. فقدت فرقتي حوالي 300 قتيل وحوالي 1000 أسير. كلنا من الجنود إلى قائد الفرقة أمضينا ليلة من أسوأ الليالي في حياتنا. من التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس أمام عملية يوم 6 أكتوبر سنة 73، حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة، بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. تمر الأيام ويتقدم الجيش الثاني الميداني تشكيلات القوات المسلحة ليؤمن الأهداف الحيوية والمنشآت الهامة والاستراتيجية داخل نطاق المسؤولية بين ثورتين 25 يناير و30 يونيو. ويواصل الجيش الثاني الميداني عطاءه الممتد في محاربة الإرهاب الأسود طوال عقد من الزمان عبر العديد من الملاحم القتالية بدعم كامل من كافة الهيئات والإدارات وأجهزة القيادات العامة للقوات المسلحة والقوات الخاصة من الصاعقة والمظلات، بالعملية العسكرية حق الشهيد والعملية الشاملة سيناء 2018 وغيرها من العمليات
والتي نجح خلالها الرجال بالتصدي للعناصر الإرهابية واقتلاع جذورهم من سيناء خلال معركة الحسم. الحمد لله الإرهاب ده بقى تاريخ. ونظرا للمتغيرات الدولية والإقليمية وما يشهده قطاع غزة من عدوان إسرائيلي غاشم، أخذ الجيش الثاني الميداني على عاتقه مهمة التأمين المحكم لخط الحدود الدولية حفاظا على أمن وسلامة الوطن، فضلا عن تأمين تدفق المساعدات الإنسانية ودخولها لقطاع غزة منذ اندلاع الأزمة وحتى الآن. ومن قلب هذه الإمكانات الهائلة والقدرات الفائقة للجيش الثاني الميداني تتجلى الفرقة السادسة المدرعة بطفرة تسليحية واستعداد قتالي يليق بمكانتها التاريخية وقدراتها القتالية. قدمت القيادة العامة للقوات المسلحة الدعم الكامل وكافة الإمكانيات اللازمة للوصول لأعلى درجات الاستعداد القتالي لتكون الفرقة قادرة على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها. فتم تطوير وتحديث الفرقة السادسة المدرعة بدبابات M1A1 والتي تتميز بقدرتها النيرانية الهائلة والقدرة على التعامل مع مختلف الأهداف بدقة وكفاءة عالية، والمركبة البرمائية M113 والتي تتميز بخفة الحركة والقدرة العالية على المناورة والعمل عبر مختلف الأراضي. وزودت كتائب اللواء 43 مدفعية بالهاويتزر 155 ملي ذاتي الحركة والذي يتميز بخفة الحركة وطول المدى ودقة الإصابة. وأعيد تطوير وتنظيم كتائب الدفاع الجوي للألوية المدرعة بالمعدة الشلك المطورة والمزودة بالصاروخ إجلا، مما يمكنها من التعامل مع الأهداف المنخفضة جدا والاشتباك مع الأهداف الأرضية والبحرية. وتواصل مصر تحديث وتطوير المنظومة التسليحية لجميع وحداتها القتالية البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي. والتي تعبر عن رؤية القيادة السياسية لسبل مواجهة التحديات المتنامية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. كان لابد ان الجيش يبقى فيه خطة للحصول على معدات تمكنه في ظل التطور الكبير اللي حصل خلال العشرين سنة الأخرين على الأقل في مجال نظم التسليح المختلفة. وأنا أقدر أقول لكم يعني إن ده تحقق. ده جيش مصر اللي هو مركز الثقة الحقيقي مش في مصر بس، في المنطقة كلها. إنها مسيرات عطاء وطني زاهر يحفل بها سجل الجيش الثاني الميداني في تحمل المسؤولية الوطنية عبر عطاء وطني متصاعد في الكفاءة القتالية وحسن الأداء، وسيبقى أبناؤه يحملون لواء المجد والشرف دفاعاً عن الوطن. تحت ظلال شعرهم الخالد النصر أو الشهادة. إحنا مش بنعادي حد، بس في للصبر حد، اللي جاي هيبقى جد مش هيبقى فيه هزار، اللي جوه قلبه شر. إحنا جيشنا لحم مر، واللي هيزعل هو حر. إحنا صوتنا ضرب نار، مش بنعادي حد، بس في للصبر رحد، اللي جاي هيبقى جد مش هيبقى فيه هزار، اللي جوه قلبه شر. احنا جيشنا لحم مر، واللي هيزعل هو حر. احنا صوتنا ضرب نار، احنا حضارة وادي
حديد، عمره ما خاف يوم من تهديد، معروف عنه بانه عنيد، حقه مش بيفرط فيه. دايما جيش وشعب، ايدنا واحدة عاملة رعب، احنا نهزم اي صعب جالنا من اي اتجاه. احنا متنا مش مهم، بس مصر تعيش اهم، كلنا حافظينها صم، مصر دي يعني الحياة. شعبنا جامد قلبه حديد، عمره ما خاف يوم من تهديد.